انا عارفه القانون تيعاقب على التسول، تسول ولينا قلت انا نمشي عند رئيس شري مجلس مويه البلدي هذه يعاود ولا لي ما شي رخصه. تهزر اخويا اخويا عكس السراولي قال الله يرضي عليك، رجليك انا روني اللي عنده على طول ربي يصدق والله. لا خويا انا باغا ندوز هنا. السلام عليكم الخوت كديري، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم على ثاني فيديو جديد. المهم قبل ما نبداو خليوا لي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، اشتركوا في القناه، فعلوا معكم الجرس، خليوا لي تعليق الزوينه ديالكم. يلا نبداو. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بليس، عدت لكم بحلقة جديدة من جي تي اي 5. الله 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 بيخلط لي وجهك، الله الله يا خويا اللي عطاني. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بليس، عدت لكم بحلقة جديدة من جي تي اي 5. في لا شفقة ولا رحمة، شو كبيعتي ولا رحمة، شو كبيعتي شو كبيعتي، عطاني مسكين الثمن الحرك ديالو مات. ما دفعتلهاش انا اصلا ما دفعتلهاش. ربي ان شاء الله يكون خير صافي، ان شاء الله شنو حوايج شنو ان شاء الله يكون خير صافي، ان شاء الله يكون خير اجمع حوايجك اصاحبي وان شاء الله يكون خير. حاضر طلعينا عليه مسكين. اوه نو لا 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 ما بغاتوش يقيس ليها بنت نهائيا. انا عارفه القانون تيعاقب على التسول، ولينا قلت انا نمشي عند رئيس المجلس البلدي يعاود لي شي رخصه. هادشي اللي باش مشيت لعندو ومشيت حطيتها لي ما سطوش الوالده ها باش يعاودو واحد الرخصه باش نمشي نطلب قانوني. ويقول لي ما سطوش هو، ما ديك الفيبر دور شداتو من عندي قراتو، قالت لي لا ما يجي حتى نهار ثلاث وعاد يجي لعندو. داك اللي تيشد الشكايات قالت لي راه ما يجي حتى شهر جوج في الاخر. قلت لي ويلي نقعدو حنا شهر بحال شهرين. قالت لي سير ودابا ما عندي ما ندير ليك. اول مره في حياتي كنسمع بان وحده مشات تحط طلب باش تشد الرخصه باش تولي تطلب وما كاينش اللي يهضر معاها. داكشي اللي ما عمرك سمعتيه اسمعوا اخويا في هاد البلاد هادي وحق الله. كلشي بحال يتسري واجد واش هذا هو عنده ويل بالسوق. قال لك يوم بدون سروال في لندن، كلشي غادي في سليبات لا العياط ولا الرجاله. شوف لا حول ولا قوة الا بالله، كلشي حتى العياط غادي هكا كانت لابسين من الفوق ومن تحت زفتين. شوف الحمد لله اخويا على نعمة الاسلام. الله ما طحت لي على راسه يا اخويا.
يعاود نفس الخطأ عاوتاني في دمره ولا مالو؟ هتختار طيح لي على راسه ما كاينش له زعما. الله 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 هذا هو يقتلو اصاحبي هذا. الأستاذة التي يبحث عنها الجميع. هذه اللي كيتمناوها كلشي، كلشي كيتمنى يقرا عند هذه الأستاذة هذه. صراحة أستاذة. اللي دخل عندنا ما بقاش يخرج مازال. فيصل عشرة مالك وش انا